عليكم، حياكم الله في برنامج كلام كبار. انا شجون. وانا محمود. شلون شجون، شخبارك؟ زين الحمد لله، انت شلونك؟ زين الحمد لله. حلقتنا اليوم يا اصدقاء عن الاسراف. الاسراف باختصار يعني ان نصرف كميات كبيره على اشياء احنا ما نحتاجها. والاسراف ما يقتصر بس على الشراء، يعني احنا ممكن نصرف بدون ما نقصد، يعني مثلا يهال في البيت فاتحين المي بدون ما يستخدمونه، او مثلا الكهرباء شغاله وما حد في الغرفه. وذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تعلمنا من هاي الايه ان الاسلام يعلمنا ان نتجنب الاسراف، ولان كثره الاسراف تسبب مشاكل ماديه للفرد او للمجتمع وتقلل مستوى المعيشه. وبعد بنفس الوقت ما صرنا احنا نبخل على روحنا، نصرف لكن كميه تناسبنا، يعني على قولتهم لا نزيد ولا نقصر. بالضبط. وشاركونا في الحوار ضيفين مهمين اللي هما بيان. سلام. عليكم السلام. شلونك؟ زينة. والضيف الثاني ريان. سلام. عليكم السلام. بس قبل لا تسمعوا رانا خلونا نسمع ونشوف شنو قالوا الكبار. شكرا للزملاء في الاستديو، اليوم احنا مني عشان نشوف شنو قالوا الكبار. ويلا، شنو رايك بالمصرفين؟ المصرفين ناس يعني ما يعرفون شنو الفلوس، كله يقطون وبس. مو بحلو تصرفنا، ان قاعد يصرفون فلوس في نعمه، فلازم ان نستغل الفرصه، لكن ما لازم نوفر فلوس حق الفقاره. ده عندنا وايد فلوس نعطي الفقاره، يعني يقوم يلعب في الفلوس ويلعب بالنعمه ويقط يعني يقط فلوس على اي شيء. ما يصير شيء ما تحبه ولا ما تبيه ليش تشتري عيال؟ شيء مو بحلو، الاسراف شيء مو حلو، يعني لازم نقتصد. ايش يعني مو حلو؟ لان الاسراف مو بحلو، لازم نقتصد لان كل شيء من الله. وبكذي شفنا شنو قالوا الكبار، نرجع لكم للزملاء في الاستديو. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا شنو قالوا الكبار عن موضوع الاسراف. وشاركونا في الحوار ضيفين مهمين اللي هما بيان وريان. اهلا فيكم مره ثانيه. مرحبا. مرحبا. ببتدي في الأسئلة على طول. بيان، شنو معنى الإسراف بالنسبة لك؟ أخذ شيء أكثر من اللي أحتاجه. حلو. وأنت ريان؟ استخدام الموارد بشكل مفرط ومتكرر. حلو. زي يعني أكيد إحنا نصرف فلوسنا يعني على أشياء وايد يعني. فبيان، شنو أكثر شيء تصرفين فلوسك عليه؟ على أشياء أحتاجها، وعشان أشتري أشياء أحتاجها حق الأكل، وساعات عشان أستانس. وأنت ريان تصرف فلوسك غالبا على شنو؟ بعض الألعاب، وساعات أروح المكتبة وأشتري لي كتب علمية وقصص. حلو. ريان، نلاحظ مع ارتفاع أسعار السوق حاليا، زين يعني مو كل شيء عاد على نفس يعني على نفس سعره، يعني الحين كل شيء زاد، المواد الغذائية، الأكل، الملابس، الألعاب، فشنو رأيك في الموضوع؟ لا، لازم احنا نشتري كميات قليلة عشان ما يزيد على روحنا السعر وندفع أكثر. بالضبط. زين بيان، أنا عندي سؤال لك. زين، متى نقدر نقول إن هذا الشخص مسرف؟ لما هو ياخذ أكثر من اللي هو يحتاجه، وبعد يضيعهم على أشياء تافهة. حلو. وأنت ريان؟ لين يزيد إنه هو يشتري كميات أكثر من الأشياء اللي هو ما يحتاجها وايد. مع انتشار مؤثرين التواصل الاجتماعي وزيادة تصوير هذا المؤثر، بيان، هل المجتمع يتأثر بهذا الشيء وتزيد مصاريفه ويزيد الإسراف؟ إيه. ليش؟ لأن يشوفونه وبعدين يبون يقلدونه. حلو. إحنا مهما حاولنا إن ما نتأثر بهاي الفئة إن بدون وعي، ممكن هم يأثرون على حياتنا. فريان، هل تتفق معي ولا لا؟ أتفق معك يا شجون 100%. ليش؟ لأن هم يحاولون إن هم يسوون فينا فضول عشان إحنا نقوم ونروح، وصيدنا هاي الفضول وإحنا نروح نقول شنو ذي الشيء الجديد اللي يلبسه، نروح ونشتري ويطلع غالي.
بالضبط، يمكن هاي الشيء احنا ما نحتاجه بحياتنا، يمكن نلبسه بس مره حق شو بعدين مو موجود نقطه في الخمو بعدين. وعلى نفس هذا النمط نشوف حاليا في المناسبات السعيده مثل الزواج، ولاده طفل جديد، العيد وغيرها من المناسبات يزيد فيها الاسراف يعني حق الاكل ولا كذي. ريان شنو رايك في هالموضوع، او يعني ليش يزيد الاسراف في هالمناسبات؟ لان هم ياخذون اكثر من حاجاتهم فيقومون يشترون اشياء اكثر ويوزعونها بشكل مبالغ فيه حتى لو ما يحتاجونهم، صح؟ في بعضهم بعد يقولون ان لانها مناسبه فلازم نبين نشلون نبين ان شخص كريم ياخذ اشياء وايد اكثر، بس صراحه انا ما وافق هذا الكلام لان هاي يعتبر اسراف، صح ولا لا؟ صح صح. انت بيان؟ انا احس ان هالشيء خاطئ، لانه مو بلازم ان كله تزينون المقام في الحفلات، تقدرون انكم تستخدمون كمية قليلة من المال عشان بس تخلون كل واحد ياخذ على قد احتياجه، صح؟ ايه بعد يعني بالذات احنا البنات، صح؟ ايه تكونون سعيدين، اهم شيء ان تكونون سعيدين، صح؟ اهم شيء نكون سعيدين، بس مو بلازم تصرفون المال، صح؟ عشان صح. بس ما تحس ان احنا اكثر شيء يعني اكثر شيء فئه البنات يتاثرون في الاشياء وايد؟ مو ابيها يلعبوا تسوينها لا صحت زين، يعني حتى في العزومه بالنهايه انت ما راح نستفيد من هالشيء يعني يعني مصيرها شنو تنقطع يعني في النهايه. فانت يا ريان من وجهه نظرك هل انت مع الاسراف في الاحتفاليات يعني بعذر انه لازم ابين اني كريم ولا لا؟ لا صراحه لا، لان انا احب اكون شخص بسيط، ما أحب أكون أبالغ تواضع الشيء. حلو، بس في وايد ناس يقولون هاي العبارة، عندي فلوس وبصرف على كيفي. بيان شلون راح تردين على هاي الأشخاص؟ صح إن عندك وايد فلوس، لكن الله سبحانه وتعالى قال لازم تصرفون فلوسكم على الأشياء الصحيحة مو على الأشياء الخاطئة. في ناس وايد يقولون ان الاجيال الجديده اكثر يعني من قبل انه يصرفون وايد يتطلبون واكثر شيء الكترونيات يكون. فريان هل تشوف ان الجيل مسرف او متطلباته اختفت عن الجيل اللي قبل؟ هم مو مسرفين بس هم يطلبون وايد فتحسهم قاعدين يصرفون وايد. بالضبط، او بعد تحس ان احنا حاليا لان احنا في جيل متقدم صاير عصر التكنولوجيا اكثر، اغلب الاشياء معتمدين على شنو؟ الكترونيات والاشياء، فيمكن الاشياء تزيد يعني، بس هل احنا قاصدين هالشيء؟ لا لا طبعا. انزين ريان ايش رايك في هالعباره ما بتعيش الا مره؟ صدق ان احنا ما بنعيش الا مره واحده، بس الله رزقنا فلوس عشان نعيش فيها، ما يصير نصرف في الفلوس اللي الله اعطانا عشان نعيش فيها، وكل واحد يعني يسوي على اللي هو يقدر يسويه. انزين بيان لو عطوك 10 مليون دينار بحريني والغايد، ها زين ايش راح تصرفين فيهم؟ شنو بتسوين؟ بسوي فيها صدقه، بستخدمها عشان اشتري لي اكل، او اذا خلص الماي اللي في البيت اشتري ماي، وبعد بستخدمها عشان اسافر استخدم روحت. ايه حلو زين، وانت ريان لو عطوك نفس المبلغ هل راح تستثمر فيه الذهب ولا شنو بتسوي فيه بالضبط؟ كل العاب. لا لا مو كل العاب. بشتري الالعاب اللي انا بيها، بشتري قصص، كتب علميه، اشياء تفيدك يعني، وبخصص مبلغ حق انها تصدق حق الفقراء. حلو زين، ايش رايكم في الاطفال زين اللي تشوفون غيرهم وتأثرون يعني ويروحون يعني يحرجون أهاليهم ويقولهم إن أنا أبي نفس هذا أبي نفس ذاك، توش اشتروا لأهلي أنتم مش تشتروا لي، شو رأيكم فيهم؟ أنا أشوف إن هذا الشيء غلط، ولازم الأطفال يشترون على قد فلوسهم، يعني واحد شرى لعبة بعشرة دينار ما يقول الثاني يشتري نفسه، هو عنده 9 دينار لازم يشتري لعبة ب8 دينار عشان باقي الفلوس يقدر يأكل فيها ويعيش. إيه وأنت بين؟ لازم يقولون الحمد لله ان عندهم على الاقل العاب وفلوس، على الاقل يقدرون يشترون كم من لعبه، صح؟ مو بلازم كل مره نفس الشيء نفس الشيء متكرر. شكرا لك بيان، شكرا ريان، شكرا لزميلتي شجون.
العفو. وبكذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. في هذه الحلقة تكلمنا عن الإسراف وشلون الناس تتأثر بغيرها من هذه الناحية. كانت معاكم شجون ومحمود من برنامج كلام كبار. مع السلامة.